السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. عندنا كلوار هذا 9 مترات على متر، باذن الله راح نثبتوا فيه الفوركس. عندنا 3 فوركس راح نثبتوها فيه، وعندنا الانابيب هذه تاع الغاز وتاع الماء ثاني نكاشيوهم بالبلاكو بلاتر. كما راكم تلاحظوا خاوتي، هنا رانا حكمنا بالنيفو لازار السقف تاعنا. نجيبوا لي كورنيير ونثبتوهم فوق الخط تاع النيفو لازار كما راكم تلاحظوا خاوتي، وندوروهم تور تور في لي بانو كامل. ثبتوهم بالمارطو والهلتي كما راكم تلاحظوا خاوتي. الطريقه المعتاده خاوتي، هنا بعد ما كملنا التثبيت تاع لي كورنيير نقيسو 50 سنتيم تاع اللي هي تاع الفوركس، ونجبدو عليها بكات سنتيم كما راكم تلاحظوا خاوتي. كاين زوز علامات على الجهة تاع اليمنى او الجهة اليسرى، زوز علامات. وعلاه 4 سنتيم خاوتي؟ على خاطر كاين 2 سنتيم يدمي تاع النص تاع لافيرير، و 1 سنتيم 13 مليمتر، تسمى حنا درناها 1 سنتيم و 3 تاع لاباط، تسمى عندك 4 سنتيم. هاي هنا ثاني كيف خاوتي، قصنا على دو كوتي كما راكم تلاحظوا خاوتي. العلامة الأولى تاع فوركس وجبدنا عليها 4 سنتيم، 4 سنتيم، ونثبتوا لي تيش تاعنا كما راكم تلاحظوا خاوتي. نحكموا نيفو لازر، نيفو لازر على كوتي، على العلامة الأولى اللي درناها، والعلامة الثانية في كوتي الأخر، ونحكم بالنيفو لازر ونثبتو بليتيش تاعنا. هنا رانا حكمنا بالنيفو لازر، انا جبت نيفو لازر، نحكمو في العلامة الأولى هادي كما راكم تلاحظو، والعلامة الثانية هادي نفس العملية اللي درتها من قبل كما راكم تلاحظو. راني درت ليتيش ديجا في الجهة الأخرى، وهنا راني درت في الجهة هادي كما راكم تلاحظو خاوتي. هاي العلامة اللي راح ندير فيها تاع 4 سنتيم، انا جبت 50 تاع الفوركس على خاطر الفوركس العرض تاعها 50 سنتيم، جبت عليها ب 4 سنتيم من جهتين. هنا راني قاعد نزومي كما راكم تلاحظوا خاوتي. هاي العلامه الاولى تاع 50، والعلامه الثانيه تاع 4 سنتيم كيف من الجهه الاخرى ثاني خاوتي. ها نحكموا نيفو لازر في العلامتين، العلامه اليمنى والعلامة اليسرى. هاي العلامة الأخرى خاوتي، ومن بعد نجيبو الهلتي ونثقبو في السقف، ونجيبو ليتيج تاعنا وندوروهم بالكيفية هذه، ونحكمو النيفو، نهبطو كافالي لتحت مع الكورنيير، ومن بعد نحكمو، من بعد كي نبدل نيفو لازار في لابيرش نحكمو النيفو تاع الكافالي مع الكورنيير ونقصوه. ساعات خاوتي كاين هنا، انا هنا راني طحت في اللوردي خاوتي، نديرو شوفي بابيان معاه الكرو وروندال كما راكم تلاحظوا خاوتي. هنا راني ثبتها بالفيساز، هنا راني كملت خدمت لي تيج تاعي كامل كما راكم تلاحظوا. بين تيج وتيج خاوتي درت 60 60 سنتيم كيف تجي.
هنا راني قاعد نحكم في النيفو تاع الكافالي. الخط تاع النيفو لازر يجي من تحت تحت الكافالي. جيبو سيزاي قصو بالطريقة هذه، طريقة معروفة خوتي، هضرنا عليهم ياسر في الفيديوهات السابقة. نجيبو لي فيرير تاعنا ونثبتوهم في لي كافالي اللي درناهم مع لي تيج، كيف كيف نفس العملية في الجهة الأخرى. نتأكدوا باللي راه كافالي راه داخل في لافيرير جديد. نجيبو شيت تاع 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 فيرير كما هادي خوتي، نديروها بالمارطو بالكيفية هادي. شوفوا خوتي كيفاه جات هادي الشيت خوتي تاع لافيرير، حنا ركورديو بها بين لافيري ولافيرير كما راكم تشوفوا خوتي. هنا راني قاعد نوسع شوية في بين لافيرير الاولى ولا في الثانيه، نجيبو الشيت اللي درناها ونحطها بيناتهم، ومن بعد نجيبو لي فيس ونثبتو نثبتو لي فيرير في الشيت هذيك. هنا راني ثبتها سي بون، راني قاعد نفيسي باللي فيس خوتي. هذه طريقة خوتي تخرج لك تخرج لك لافيري تاعك، تخرجها لك نيفو خوتي، عكس الطريقة الأولى هذيك تاع اللي ديراها ديراها كشغل يفتحوا لافيرير ومن بعد يدخلها في لافيرير الثاني، مهما ديرها ما تجيكش نيفو. بصح الطريقة هذي شوفوا خوتي كيفاش جات نيفو، ما كانش إعوجاج خلاص. هنا راني نقيس بارطاجيت الفوركس تاعي على ثلاثة، خرجت لي 48 سنتيم. الكلوار تاعنا فيه 29 تسعة مترات وعشرين سنتيم. بين فوركس وفوركس كاين 48 سنتيم. هنا جبنا لا كورنيار وفكسيناها في لافيرير بالطريقة هذه خوتي، فيس ناف كما راكم تلاحظوا. الفوركس العرض تاعها 50 سنتيم والطول تاعها 2.40 متر. هنا قصيت لاكورنيار تاعي 2.40 متر. نجيو للفوركس خوتي نديرو لها اللصقة تاعها كما راكم تلاحظوا، ومن بعد نجيبو البليكسي ونلصقها في الفوركس. كما راكم تلاحظوا هنا رانا لصقنا البليكسي، نجيبو قطعة تاع البلاكو 3 سنتيم نثبتوها في لاكورنيار اللي ثبتناها في لافيرير بالطريقة هذه خاوتي. شوفوا خاوتي لافيرير لاكورنيار قدها بقات فيها، بقات فيها 2 سنتيم الفوق. هذه كي اللي راح نثبتو عليها الفوركس تاعنا. هنا راني ثبت الفوركس كما راكم تلاحظوا خاوتي، فوركس الاولى فوركس ثانية ومزلت فوركس هذيك 3 مزلت. هاي هنا وين راني درت لا كورنيير تاعها كما راكم تلاحظوا خاوتي، ها كيفاه تجي لا كورنيير. هنا خاوتي تربح سلعه، ما تكثرش عليك السلعه وتربح الوقت وتربح تعب ثاني، ما متعبش فيها بزاف. كان طرق ياسر خاوتي اخي، نعطيكم طريقه الاولى هذيك تاع
اللي يحب يعرف كيفاه ركبوا الفوركس، عندي فيديوهات، حب يرجع للفيديوهات السابقه درك يلقاهم خوتي طرق ياسر. هذه طريقه درتها انا، ان شاء الله تعجبكم الفكره اخوتي. ما تنسوناش بالدعم في القناه والاشتراك فيها، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.